اهلا بحضراتكم من جديد. قلنا لكم تاونشيب فريق قوي، فريق محترم، لكن المهم انه الاهلي يكون معاه سلاحه، ويكون معاه سلاحه هذا اللاعب الخطير. اعتقد الجهود الكبيره اللي بتبذل في سبيل عوده الجمهور مساله تحتاج الى المزيد من الدعم يا باشمهندس. مؤكد ان الدعم والمناخ المستقر الهادئ اللي فيه تركيز على الهدف هو اللي بينجح. في سؤال يعني جالنا اكتر من مره، يمكن حتى في الفاصل يا باشمهندس، واكتر من حد عمال يلح، هي ليه العلاقه للنادي الاهلي مع معالي المستشار تركي آل الشيخ مع النادي وصلت الى هذه الصوره، وايه الوضع بالظبط فيها للمرحله الجايه؟ اعتقد الامر واضح جدا لكل الناس انه الاهلي دائما وابدا، وده تاريخيا ثابت، الاهلي بيحترم كل الناس، بيحترم كل الاطراف، بيقدر كل الناس، بيقبل كل وجهات النظر حتى المختلفه. وبالتالي من المؤكد هيجي وقت للهدوء، هيجي وقت لمراجعه كل الاوضاع، هيجي وقت للهدوء حتى مع المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئه العامه للرياضه في السعوديه يا باشمهندس. من الاول كان واضح ان العلاقه تم العبث فيها بفعل فاعل، وخلاص احنا مش عايزين نتوقف. انت مش بتقول الهدوء؟ صحيح، انا اؤمن ان الهدوء ياتي بالافضل. ودايما وابدا حتى الجمهور محتاج هذا الهدوء. الجمهور عشان يرجع يملى المدرجات ويرجع يساند فرقته بكل هذا الوعي، وترجع الاوضاع الطبيعيه في الملاعب بالشكل اللي المهندس عدلي قاله، زي ما شفتوا ماتشات كاس العالم بكل ما فيها من بهجه، بكل ما فيها من استمتاع بالكوره، بكل ما فيها من كل هذه الاوضاع. اعتقد بدايتها ان احنا نرجع الناس للمدرجات. في متغيرات كثيره حصلت على الارض فيما يخص تنظيمات الجماهير يا باشمهندس، اعتقد في اكتر من ورشه عمل الفتره اللي فاتت ناقشت هذا الموضوع. ما هو فكره ان الجمهور، واحنا ليه عمالين نكرر الجمهور وضبط النفس والتركيز على تشجيع الفريق، ليه باستمرار احنا مركزين على دي؟ لان طبعا العوامل التي تؤدي الى الاثاره كثيره. ايوه، ومن اخطر الامور على اي انسان يعني عاقل انه يتصرف تحت تاثير هذه المشاعر وهذا الغضب. فالنهارده انت جمهور داخل، حدد هدفك، عايز ابقى مع فرقتي. من فضلك فرقتك ربما التوتر يهزها، ربما التركيز على تشجيعها، تشجيع رصين متزن ملتزم، هو ده اللي يكون اللي هي منتظراه منك، او دي مصلحه الفريق. مش التراوي البليد يعني انك تقعد بقى كده، لا، احنا بنقول ايه، ما تخليش المشاعر هي اللي تجرفك انك تعمل حاجه. ازاي الاهلي يتحرم من جمهور بالكثافه والقيمه دي؟ يعني ازاي ده ما يكونش اللاعب الاخطر دايما وابدا في تشكيل النادي؟ هو باذن الله هيكون، باذن الله. وانت قلتها، والكابتن خطيب قال جمهورنا عمره ما خذلنا، وده حقيقي. وده انا حقيقي. اللي قلتها ولا كابتن خطيب؟ لا كابتن خطيب، وانت امنت عليه وانا باكد دلوقتي. انت وديني في ده. طيب الحقيقه في يعني جهود كتيره بتتبذل في مساله، طيب اليه العوده ايه؟ ايه الطريقه اللي الجمهور يرجع بيها؟ وانا الحقيقه لما كل ما بفتكر ناس مختلفه حوالين اليه عوده الجمهور، وكل شويه تسمع حاجه، بتخيل ان احنا لسه بنخترع عوده الجمهور للمدرجات، لسه عايزين. وكما لو كانت ان الناس دي ما كانتش موجوده في المدرج، كانت موجوده والظرف ما حصلت الاحداث، بس ده كان الاستثناء بتاع القاعده. طول عمرها ملاعب الكوره في مصر مليانه بهذه الجماهير، وطول عمرها المدرج للجماهير. حصلت احداث، حصلت احداث ادت الى صعوبة دخول الجماهير وإقامة المباريات من غيرها، بس لما هنرجع
احنا مش محتاجين انت عارف هذا الا بعض الضوابط. عارف يا استاذ ابراهيم في ازاي نامن حياه كل الناس اللي داخله؟ ماذا يضرني انا يعني لما بخش مثلا قريه سياحيه ماذا يضرني ان الامن يوقفني ويفتش العربيه؟ ده مصلحتي. انت بتدخل مطار اي دوله يعني ماذا يضرني ان اقلع الحزام واقلع الجزمه وانا داخل المطار اذا كان هو ده النظام اللي هيامنني؟ مش مقصود انا هم ما يعرفونيش يعني اللي داخل المدرج ده مش عدل القيعي يعني واحد واقف يضايقه واخد بالك؟ ده نظام علشان نمنع طيب اي عموما احنا اتكلمنا على اوضاع الاهلي واستعداداته الجهاز الفني ورؤيته. وحشك صوت محمد يوسف؟ لا لا انا خصمه. تقلان عليك صح؟ انا خصمه خصمته؟ انت جايبه لي على الهوا؟ خصمته ايه دوخنا؟ ايه يا كابتن محمد؟ مخصمك اهو ماليش دعوه. كابتن محمد كابتن محمد ده قفل لما لا 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 انا بهزر. رد علينا. كابتن محمد يوسف ايه يا اخوانا مش قلتوا كابتن محمد معاك ولا ايه؟ هو التليفون فصل الخط منه الخط قطع ولا بيتحرك في حته كده؟ هنكلمك. لا لا اسمع اقول له لا لا اقول له لا احنا مش مخصمك. والله ما مخصمك. طيب يعني هو مهم طبعا كابتن محمد نسمع من بقه بقى احنا عمالين بنقول وجهه نظرنا احنا. يا ريت يجي يطمن الناس ويطمن على ان المشاكل الرفيعه دي هو بيحلها يعني. ف وجوده مهم جدا والله وجوده مهم جدا معانا والله. انت بعت له رساله هو لسه بس خلاص يعني لا. ماشي يا كابتن محمد مقبوله منك يا كابتن محمد. يا كابتن عادل انا لسه طالع من اوضه الكوره والله. والله ربنا يقويك يا كابتن محمد. سايب الموبايلات لسه يا دوبك. ربنا يقويك يا عم. بمسي طبعا على حبيبي واخويا الكبير طبعا استاذ ابراهيم المليسي. حبيبي يا كابتن محمد. وان انا واخد على خاطري من ال من ايه؟ من ايه؟ من الرسالة. انت مزعله في حاجه؟ لا بيقول لك من الرساله. هو عارف هو عارف. ايوه حبيبي اللي انت بعتها له. حبيبي يا جو. حبيبي يا جو. كابتن محمد يعني بص احنا كنا بنقارن بين 2013 ودلوقتي. وتقريبا يعني في مقاربات كتيرة بين الحالتين الحقيقة. أهمها أن أنت موجود في التجربتين فبإذن الله تعالى خبرة 2013 وخبرة السنين بقى اللي عندك. النتائج بإذن الله. إن شاء الله نطلع من المطب ده. يعني طبعا يعني ربنا يكرم إن شاء الله ويوفق. إحنا شغالين بنشتغل يعني كل ما أوتينا من قوة وإن شاء الله نبقى موفقين في الفترة الجاية. هنبدأ يوم 17 يوم الثلاثاء الجاي إن شاء الله مشوار مهم جدا في بالنسبة للنادي الأهلي وفريق النادي الأهلي يعني. وزي ما أنت قلت يمكن البطولة دي آخر مرة خدناها في 2013 لكن هي صدفة يعني. النادي الأهلي غني ببطولات وغني بأولاده لكن هي صدفة ترتبت إن أنا أرجع للنادي تاني بعد 4 سنين بعد ما مشيت في 2014 وانت لسه حامل اللقب. وصدفه ان هي برضو داخلين على مشوار مهم جدا هو مشوار افريقيا وبطوله افريقيا ابطال الدوري. فنتمنى ان شاء الله ان يعني نكون موفقين كده ابتداء من يوم الثلاث. مباراه مهمه جدا كلنا عارفين طبعا موقفنا في المجموعه. رصدنا نقطه واحده وفي مركز الرابع الاخير لكن انا بقول ان احنا النادي الاهلي دايما وفريق النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي دايما بيظهروا في المواقف الصعبه. واحنا في موقف صعب دلوقتي لكن هو مش مستحيل ولا حاجه لان احنا عدينا بالموقف ده قبل كده يمكن بالصدفه برضو. في 2013 كان عندنا من مباريتين برضو نقطه واحده يعني صحيح. بس قدرنا نتدارك الموقف وقدرنا نكسب ليوبار في ملعبه وبعدين في العوده رجع لنا ليوبار عندنا في الجونه كسبناه وبعدين كسبنا الزمالك. فاكر ليوبار ساعتها كان علي ماهر شايف ان ده احسن فريق في افريقيا. كان ساعتها هو كنا احنا جايبين تقارير عنه ساعتها. أيوة. ده ان هو لم يهتم في ملعبه من سنتين بعد ما قابلناه يعني. صحيح. ولكن طبعا زي ما بقول ان فريق النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي دائما يعني عندها الطبق وعندها الروح العاليه جدا وعندها الاصرار ان هم يعملوا حاجه لجمهورهم ولناديهم.
ففي الوقت ده طبعا قدرنا ان احنا نفوز 1-0 وناخد الثلاث نقاط. وبرضو انا ان شاء الله رهاني طبعا على جمهور النادي الاهلي اللي ان شاء الله هيحضر المباراه، وطبعا لعيبه النادي الاهلي طبعا اللي هم دايما بيبقوا موجودين في الـ في الـ في المباريات الكبيره وموجودين في الاوقات الصعبه، بتلاقيهم على طول رجاله وبتلاقيهم متواجدين ان شاء الله. يعني بص يا كابتن محمد، عايزك تكلمني على مباراه اليوم، لان دي اخر او اخر تجربه قبل ال توشن كمل يا ابراهيم احسن شيء الكحه مضايقاني. البروفا النهارده بقى دي اخر حاجه قبل تاونشيب يا كابتن، اطمئنتوا ايه فيها وتقييمك ليها ايه؟ هو طبعا المباراه النهارده مستر كارترون طبعا كان حريص ان هو يطمن على المجموعه كلها، لان انت عارف احنا بنسابق الزمن في حاجتين مهمين جدا. اول حاجه ان مستر كارترون عايز يتعرف على اللعيبه كلها بشكل قوي جدا ويبقى حاطط كل حاجه تحت ايديه، دي نقطه. النقطه الثانيه انه بيجهز وبيحاول يوجد انسجام بين لاعبين عشان نلعب يوم 17. طبعا عنده هيكل عام طبعا جاهز وباين، لكن هو عامل اضافات برضه. فاللي انا عايز اقوله ان احنا شغالين على نقطتين مهمين جدا. فالنهارده كان المباراه بشكل اجمالي فوائدها كتيره جدا. ليه؟ لانه غزارو انت عارف طبعا كان بعيد الفتره اللي فاتت نتيجه الظروف اللي كان مر بعقده وكده. النهارده كان مشترك. مروان محسن برده كان بعيد عندنا الفتره اللي فاتت بعد المنتخب، النهارده اشترك برده. عندك برضو نفس الكلام بالنسبة لأحمد حمدي، النهاردة يعني أدى مباراة طيبة وكان برضو عنده تواجد كويس جدا. بالإضافة طبعا لعناصر كتيرة كانت موجودة معانا في المعسكر في كرواتيا، والنهاردة برضو اشتغلت. سليف كلوبالي النهاردة أول مرة يظهر في مباراة ودية للنادي الأهلي، فدي كلها فوائد طبعا كويسة. بالإضافة أن اطمنا برضو على عناصر يعني موجوده في الفريق كانت برضو ما بتشاركش بشكل اساسي في الفتره اللي فاتت، خدوا فرص برضو من خلال المباريات الوديه على اساس المستر كارترون يتعرف على جميع المستويات يعني. طيب كان في يعني ما يقال ان في ازمه او في يعني اشكاليه في القيد في الاماكن الشاغره في القائمه الافريقيه، هل تم الاستقرار مين اللي هيتأيد ولا لسه؟ لا ما عندناش مشاكل ولا حاجه يا كابتن عدلي. هو احنا عندنا اربع اماكن، الاربع اماكن دول عندنا فتره قيد حتى 5 اغسطس. فالقيد في بطوله افريقيا او في يعني بطوله افريقيا بالتحديد، عشان هي فتره القيد الصيفيه اللي احنا فيها دي بتتفتح من 1 يوليو لغايه تقفل 5 اغسطس. فاللي انا عايز اقوله ان ده بتبقى طبقا لرؤيه المدير الفني بالنسبه للمراكز، بالنسبه لاحتياجات الفريق، لان انت بتبقى واخد قائمه مستلمها وبتكمل عليها. فاللي انا عايز اقوله ان 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 مستر كارترون لما بيقرر انه يأيد حد، مش معناها انه تقليل من الاخرين. انا ممكن أأيد لاعب انا محتاج مركزه فبيضطر ان هو يأيده، فاهم قصدي ازاي؟ غير القيد في القائمة الأفريقية مختلف عن القيد اللي هو في الليستة المحلية بتاعتك. طبعا انت ممكن بتأيد في أفريقيا مركز انت محتاجه، يعني ممكن يبقى عندي انا مركز فيه لعيبة متوفرة وبالتالي مش عايز تأيد فيه حد تاني، انما في مركز تاني بيبقى عنده نقص عددي وبالتالي بتضطر تدعم في الحتة دي، فهمت قصدي؟ فالنقطة اللي انا عايز اقولها، اولا احنا ما عندناش مشاكل الحمد لله، الدنيا ماشية كويس جدا، اللعيبه متفهمه دورها كويس جدا، واحنا طول عمرنا في النادي الاهلي في قرارات فنيه بشكل احترافي. طبعا لعيبتنا بنحترمها وكل حاجه، لكن هم فاهمين كويس، وفي نفس الوقت برضو ان في قرار فني ده بالنسبه لحته زي اللي حضرتك بتقولها اللي هي القيد في القائمه الافريقيه. فاحنا يعني الراجل بيتفرج بيشوف مش مستعجل خالص، يعني كل الناس عندها فرص وفاهمه كده، وهي طبعاً. الفكره فكره المراكز اللي محتاجه تدعيم. طبعا ده لا يقلل من اي واحد مش هيقيد في القائمه الافريقيه، مش معناه ان هو
اقل في المستوى ولا حاجه، لكن ممكن يكون في مركزه في وفره، لان انا بايد لبطوله هتنتهي بعد 3 اشهر بالظبط فقط لا غير. انما انا عندي موسم كروي ممتد حتى يونيو 2019 صحيح، فدي حاجه ودي حاجه. فمش معنى ان لاعب لم يتواجد او لم يتم تسجيله في القائمه الافريقيه الفتره القادمه لغايه 5 اغسطس ده معناها ان هو دوره مش هيبقى رئيسي في الفريق. وياما تجارب كتيره جدا نتاج الخبره يعني الواحد عدى بيها في لعيبه عندك ما بتتغيرش في القائمه الافريقيه، خصوصا في الفتره الحرجه اللي احنا فيها دي، بتبقى فتره فيها تغيير موسم لموسم وفيها انضمام لعيبه جداد وفيها استغناء عن خصوصا ان الموسم كمان مضغوط ومحتاج لكل اللعيبه. اه طبعا يعني فكره ان انا لما تأيدتش مش هلعب، بالعكس انا شايف السنه دي ربما اللي يعني القدر عدل الماتشات كتيره كابتن، ماتشات كتيره و25 لاعب بس ده يمكن اللي مش متأد افريقيا يلعب اكتر. ما انا بقول لحضرتك الماتشات كتيره جدا ومحتاجين مستر كارترون من كارترون من جدا بحيث ان انت تقلل نسب اصاباتك، بمعنى ان هو مدي تعليمات طبعا للجهاز الطبي كله، جايبين طبعا مدرب احمال مايكل ليندمان ومساعد معاه كابتن حسين، يعني عايز اقول ان حسين عبد الدايم مع مايكل ليندمان الاثنين بيكونوا الشغل طبعا، ده بالاضافه ده اللي اضافوا على الجهاز الطبي القديم اللي موجود عشان مخصوص اقلل نسبه الاصابات اللي ايه اللي مرينا بيها السنه اللي فاتت، وبالتالي اقدر استفيد بمعظم اللاعبين خلال على مدار الموسم كله. بس التاون شيب بقى ايه رؤيتك ليه؟ اكيد عندكم سيديهات ليه. طبعا فريق مهم جدا عندنا طبعا شغالين بندرسه، وجبنا له حتى مباراه اخيره لعبها مع سان داون، دي مباراه كده لعبها في الخفاء يعني، او بمعنى صح يعني في ملعب فرعي كده متطوره، لكن جبنا تشكيله وجبنا الفيديو بتاع المباراه. اللي انا عايز اقوله ان المباراه مهمه جدا، بنحترم جدا فريق تاون شيب، والمباراه بالنسبه لنا لا تقبل القسم على الدين، لان احنا موقفنا اللعيبه بتتفرج على المباريات دي ولا بس الجهاز الفني يا كابتن؟ لا طبعا احنا كجهاز فني بندرسها وبنشتغل عليها وبنوصل لعيبه، لكن بتركيز طبعا هنبدا فيها على طول من الفتره من معسكرنا، احنا رايحين ان شاء الله هنبتدي معسكر يوم السبت ان شاء الله، فابتداء من يوم السبت طبعا هيبقى عندك 3 ايام قبل المباراه يتم التركيز بقى بشكل دقيق على التفاصيل الاخيره يعني. هل ما زالت في مراكز يعني احنا دلوقتي المركز بتاع قلب الوسط اعتقد انه استوفى بالتدعيمات الجديده دي، هل ما زال هناك مراكز ترى محتاجه شغل في المستقبل؟ خلي بالك ان اتحاد الكره واخد قرار ان في 5 هيضافوا على القائمه في ديسمبر. انا عارف او في يناير، عارف النقطه دي، ان الانتقالات الشتويه هيتم التدعيم ب5 مراكز او 5 لاعبين يعني، لكن انا حاليا يعني احنا مكتملين، ما بتكلمش على مراكز خالص في الاعلام، دي بتبقى حاجات داخليه فنية. لكن ما اقدرش اكلمك على مراكز، احنا حتى الان شغالين، اذا اتيحت لينا حاجه اضافه للنادي الاهلي والفريق النادي الاهلي اكيد ما بنتاخرش، فدي طبعا حاجات مش يعني ما مش هعرف اتكلم فيها بالتفصيل يعني. طيب بقول لك ايه، المهندس عدلي مخلص لك الشغل اللي انت عايزه ولا متاخر عليه؟ هو عدلي بيعمل حاجه؟ كابتن عدلي بركة بفضل يا ابني، الكابتن عدلي لا ده فضل عامل شغله حلو دلوقتي، بصاهر فضل قال لك البركه بفضل، لا لا والله الفضل ده اكتشاف يا كابتن محمد. هم اداره الكابتن عدلي ده كبيرنا وكبير طبعا الحته دي طبعا، وللتاريخ وشغله في النادي الاهلي يعني جدير جدا بالاحترام وجدير صحيح. جدا بال صحيح يعني عايز اقول ان كابتن عدلي ليه صولات وجولات في هذا المجال، لا قيمه ورمز طبعا وفضل ما شاء الله عليه يعني اكتشاف هايل ولا حاجه، لكن هو تاريخه اكبر من الله يخليك يا كابتن محمد. ده كده صالحك، هو كده صالحك كده، اخجلتم تواضعنا كده صالحك خلاص.
بس هو كابتن عدلي بيحب الاعلام. ايوه بيحب الاعلام دلوقتي. لا اصل احنا قاعدين لازم نبقى عارفين يا محمد الناس متوقعه ان احنا نقول لها ونجاوب على تساؤلاتها ومخاوفها. انت مداخلتك دي حطام الناس كتير جدا النهارده. لا يعني انا بقول ان ما اقدرش اتكلم على حاجه في لا مش مطلوب منك مراكز ولا بس انا بتكلم بشكل عام ان احنا يعني انت ما انتش مزنوق بقى دلوقتي على الاقل يعني. الحمد لله الحمد لله فريق النادي الاهلي احنا بنملك مجموعه لاعبين يعني عايز اقول على اعلى مستوى، لاعبين اثبتوا وانا انا دايما بقول لهم كده، لاعبين النادي الاهلي اثبتوا في مواقف كتيره جدا وفي اوقات كتيره جدا ان هم على قدر المسؤوليه، عندهم خبرات كبيره جدا في ان هم يعني يبقوا دائما عند حسن ظن جمهورهم. وانا بقول ان النادي الاهلي حاليا محتاج كل ولاده، محتاج كل لاعبيه للوقوف سويا. كلنا عارفين الظروف الحاليه اللي بتحيط بكره القدم المصريه، ورجاله النادي الاهلي دايما بيظهروا في المواقف الصعبه، وجمهور النادي الاهلي هو رهاني، لان دايما يعني في مقوله كده جمهور النادي الاهلي ده لا حماه. يعني انا بقول ان مشارك الاول في الحصول على بطولات النادي الاهلي هو جمهور النادي الاهلي، وما عندوش اي حسابات، بل بالعكس هو بيشجع فرقته بدون اي حسابات وبدون اي يعني مقابل. فان شاء الله ان شاء الله يوم الثلاث يبقى جمهورنا موجود في برج العرب، وان شاء الله يرجع فرحان ان شاء الله بعد المباراه باذن الله يا كابتن، وموفق دايما ان شاء الله. اشكرك على وقتك وعارفين المشاغل بتاعتك، احنا بنهزر معاك و المهمه المزدوجه دي ربنا يعينك عليها، ربنا يقدرك عليها وانت اداء ودود. شكرا جزيلا للكابتن محمد يوسف المدرب العام للاهلي ومدير الكوره. اعتقد ان دي الاجوان بتاعت نجوم المستقبل. طب ما تعد لنا الجون ده تاني، احنا ما شفناهوش. دول شوارب اهو، ده ازاروا الهدف الاول. أزاروا الهدف الأول وهشام محمد الجون الثاني ضربة جزاء. هشام لعيب إمكانياته كبيرة. إمكانياته كبيرة وشخصية رصينة ورزينة، ولكن إصاباته الحقيقة حالة دون الاستفادة منه بشكل واجب. نرجو له التوفيق، محتاجينه جدا الموسم القادم ده خصوصا يعني في المشوار الإفريقي. لعيب إمكانياته عالية بصراحة. طبعا إمكانياته عالية وشخصيته كويسة وكل حاجة يعني. طيب كنت بكلمك على عودة الجماهير، لأنه في جهود كتيرة اتبذلت الفترة اللي فاتت. المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي حضر ورشة عمل في اتحاد الكرة، قدم لهم رؤية النادي الأهلي لعودة الجمهور. نشوف في هذا التقرير المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي والحاج محمود الشامي رئيس رابطة الأندية المحترفة ورؤيتهم في هذا المؤتمر أو في ورشة العمل بالاتحاد الكرة عن آلية وصيغة عودة الجماهير. احنا هنبقى خاضعين وهنبقى مرتبطين وموافقين على كل اتحاد الكرة أو الرابطة هتقول مثلا احنا هنتفق على 15% من ساعه الاستاد او 12%، هنبدا بجمهور يعني صاحب الارض بس. كل ده احنا ما عندناش اي مشكله، لكن في الاخر احنا لو حصل ان احنا هنبتدي نشتغل ما بين فرقتين، حتى احنا السيستم اونلاين طبعا الفرقه الثانيه او النادي الثاني مش داخل معايا في السيستم بتاعي، فانا هدخل له عدد تذاكر بمكان معين مخصص ليه بمسؤولياته هو هياخدها، بحيث ان هو لابد ان هو برضه ايه يكون عليه مسؤوليه للجمهور بتاعه. بالنسبه للمراجعه الامنيه زي ما قال مصطفى بيه عزام ان دي هتبقى احنا بالنسبه لنا محددينها مع شركه الامن بتاعتنا، بحيث ان هم قاعده البيانات دي بتتعمل لها سكريننج من الجهات المعنيه، بحيث في الاخر بنقول الراجل ده يقدر يطلع له فان اي دي، يقدر يطلع له كارت اهلاوي ولا لا. احنا بقى بالنسبه للتذاكر بنعمل ايه؟ بنفتح التذاكر قبلها باسبوع وبنقفلها قبلها بيوم، بحيث ان لو حد عايز يعمل كارت في خلال الاسبوع ده يقدر يعمله ويقدر ياخد
المسار الامني او المسار اللي هو في الاخر يقول الراجل ده مش مرغوب فيه او غير مرغوب فيه. مش بس كده، احنا بيبقى فيه سكريننج كل 3 اشهر. زي حضرتك النهارده ما تخش عايز تقدم في وظيفه، مش اول حاجه بيسالوك فيها من ضمن الحاجات الفيش والتشبيه. فاذا احنا نفس الكلام، احنا في الاخر يهمنا سلامه المنشاه، يهمنا ان اللي داخل يبقى راجل محترم وبيشجع باحترام، ويهمنا في الاخر لو لا قدر الله حصل شغب يبقى احنا بنقدر نعرف من خلال الكارت ده ومن خلال الكاميرات. كل الناس عارفه النادي الاهلي دايما رائد في تجربه الجماهير، لان النادي الاهلي بيثق في جماهيره. ومفيش رياضه مصر، مفيش رياضه في العالم كله من غير جمهور. احنا اول ما سمعنا اللي في ورشه عمل والاتحاد المصري دعانا، طبعا احنا جايين، هو احنا سعداء كده محمود بالشامي اللي هو ثروت سويله من الناس الموجوده، مصطفى عزام، هم حكوا التجربه او على مستوى متطور شويه. احنا الاهلي بدا التجربه دي من فتره والحمد لله احنا بنطورها، وكان في لجنه انهت خلاص واخدنا موافقه مجلس اداره اللي احنا الفتره اللي جايه هنبدا نطرح جمهور اهلاوي. الموضوع كله باختصار الامن ثم الامن ثم الامن. الامن مش هيعرف يامن جماهيره الا في وجود قاعده بيانات كبيره، العالم كله كده مش في مصر بس. لو احنا ما التزمناش بده عمر ما الجمهور هيرجع. النهارده طالما انت رايح تشجع بتحط بياناتك بشكل موضوعي وبيانات صحيحه، طالما انا ما عنديش غرض، مفيش حد في العالم بيخش استاد او بيخش منشاه او بيخش اي مكان الا اذا كان مؤمن 100%، لان احنا بالنسبه لنا في كده يافطه كبيره جدا اسمها الامن اولا. وهي منظومه انا قلتها قبل كده، في 5 عناصر، في عنصر اساسي دايما ده هو العنصر المساعد بتاعنا اللي احنا بنهاجمه اللي هو الامن. لكن الاربع عناصر الاساسيه اولا وزاره الشباب والرياضه، تاني حاجه اتحاد الكوره اللي هو الاب الشرعي للانديه كلها، الانديه المصريه، الجمهور. لو الاربع عناصر التزموا بمسؤولياتهم وحددوا مسؤولياتهم الامن هيساعد المجموعه دي كلها والجمهور ترجع بسلام. الجمهور رجع اصلا في كاس مصر، الجمهور رجع واشتغلنا نهائي كاس ب 10000 متفرج، وكان ناديين جمهور ناديين الماتش النهائي لسموحه وزي ما فزت على استاد اسكندريه، على استاد برج العرب اسف، في برج العرب. فاذا الموضوع موجود، لكن هنرجع نقول تاني لا يخش وما يخش نبقى جاهزين. احنا جاهزين، جاهزين بنسبه قد ايه؟ 70%. طب هندخل 70% من الجمهور؟ لا بندخل 15%. طب بندخل الجمهورين؟ لا بندخل جمهور وسايبين جمهور. يعني دي بدايه انا شايفها يعني ضعيفه جدا وجميله جدا في نفس الوقت، ان احنا قانعين ان احنا اقل من الايه من المستويات الدنيويه. ربنا يوفقك ان شاء الله. اهلا بحضراتكم من جديد. واضح جدا كل الناس شغاله في هذا الاتجاه يا باشمهندس، ورش عمل، لكن كله مدرك اهميه عوده الجماهير. كله مدرك عوده الجماهير، وباذن الله يعود الجمهور والكره هتبقى في ملعبه، وباذن الله هيجيب جون. باذن الله هيجيب جون، هيجيب جون وجون حلو كمان يوم الثلاث باذن الله. اتمنى ان شاء الله تعالى. لكنه كمان يعني يمكن عوده الجمهور كطلب ورغبه وهدف جايه كمان مع تولي وزير جديد للرياضه الدكتور أشرف صبحي. وأشرف صبحي لما يتولى مهام وزارة الرياضة يكمل عمل كبير في هذا الملف، اشتغله المهندس خالد عبد العزيز. لا تبخسوا الناس أشياءهم، مؤكد اللي عمله خالد عبد العزيز للرياضة المصرية وللشباب عمل كبير جدا في كل بالذات حتى في البنية التحتية والملاعب الرياضية والمنشآت. طب البنية التحتية والملاعب الرياضية ابتداها العمري فاروق كمان، هو يعني خلينا نقول كله في جزء كبير جدا يعني خلاص بما انك بتدي الناس بقى الكريدت ابتديها بقى كلها. صحيح بعضها. صحيح. لكنه ملف عوده الجمهور الحقيقه اتبذل فيه مجهود كبير جدا. نشوف راي الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه وهو يتحدث عن هذه او عن هذا الملف، اللي كمان حدث انه كان تماس معاه، لانه اشرف صبحي قبل ما يعمل مساعد لوزير الشباب والرياضه في مرحله سابقه كان مدير هيئه استاد القاهره، فكان في مكان الجمهور الطبيعي. نشوف وزير الشباب والرياضه. حضرتك قلت ان طلاب الجامعات هيبقى ليهم دور كبير الفتره الجايه، ازاي نستفاد بيهم في ملف عوده الجماهير؟ ان شاء الله يمكن طلاب الجامعات هتعمل معانا بالتنسيق مع السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ان هيشاركونا
ازاي التدرج لدخول الجماهير من كل طلب في الجامعات، هم كمان بيشجعوا كوره وهم جماهير، فان شاء الله هنستعين بهم للتدرج علشان نشوف لسه ذاته مدى نيتها وازاي تشتغل. حياه الانسان دي في تصور من اتحاد الكوره وكنا موجودين مع الشامي، وان شاء الله نشوف الطرح بتاعهم ازاي نتعامل معاهم. يعني انت اطمنت على الفريق الاول خلاص، ولكن انت لسه تشوف راي اتحاد الكوره بقى، ولا احنا لسه في عوده الجماهير. اه طب امال ايه انت طلبت مين؟ الاعداد النهارده جاي مظبط معاك تظبيطه الاستاذ محمود الشامي. يعني طب يعني والله كويس، برافو عليكم. عايز محمد يوسف جاب لك محمود ايه؟ عايز الحاج محمود الشامي جاب لك الحاج محمود الشامي. ازيك يا حاج؟ عدي وحشنا يا كابتن استاذ شوان. بتدعي لنا في الحرم ولا لا يا حاج؟ والله مستنيينك، يلا حضرتك تيجي معانا في الروضه بقى ان شاء الله، ربنا يكتبها. الله يخليك يا حاج. ده كابتن ده صح، اتفضل. دلوقتي انا يعني موضوع الرابطه ده، بس يمكن انا عارف مجهودك في موضوع عوده الجماهير وحرص الرابطه على عودتها. ايوه فاهم. انما هو يعني تفاؤلنا ان الاعداد تزيد شويه قبل ما اقول ما اسالك عن عمل الرابطه نفسه يعني. نعم. هل في فرصة ان احنا نزود الاعداد شوية ولا هتبقى متأجلة حبة؟ لا لا بالعكس، هو حضرتك احنا بس تعمل حضرتك الدوري لازم نبدأ الجميل من اول يوم، انت لو بدأناش من اول اسبوع انت بتتكلم او ده ما يجب عفار ان احنا كان في رغبة في عودة الجميل في الدور التانية، لكن طبعا الانديه رفضت العودة طبعا، انت عدت تكافر الفرص فعملناها في كاس مصر، فهو الحمد لله العوده موجوده. النسبه قد ايه؟ هي من الساعه 115% قد تزيد ان شاء الله باللقاء اللي ان شاء الله يتم يوم الاحد ل 25% من الساعه الامنيه لكل استاد. يعني اللي بيدخل في ووتر سبورت غير اللي هيدخل في استاد برج العرب غير اللي هيدخل في استاد القاهره بعد 25%. ان شاء الله ده املنا. ودي اعتبار من ماتش الافريقي اللي جاي بتاع الاهلي تاون شيب؟ ماتش الافريقي الاهلي الجواب اللي جه للاتحاد المصري حد ادنى لا يقل عن 70% من الساعه الامنيه، وده موضوع خطير جدا كويس حضرتك فتحته. يعني الاتحاد الافريقي بيقول ان احنا ادينا لكم فرص كتير جدا خلال الثلاث سنين دول ومشتاقين عذر مقبول بانك انتوا تمنعوا. طب وانت وحضرتك يعني في تفاؤل بحل الاشكاليه دي؟ كتير جدا مشتاقين جدا، يعني لان احنا حضرتك الحقيقه كمان كانت مفاجاه جميله جدا. حضرتك حضر امبارح في اللقاء المهندس خالد برتاجي والدواء محمد بركان مدير التنفيذي عندكم في النادي، حقيقه راجل ناس محترمه جدا وهم فوقوا بالشغل اللي موجود عندنا، واحنا كمان فوجئنا بالمجهود الخطوات اللي خدها النادي الاهلي في بطاقه اهلاوي اللي هو بيأداها للانطلاق الموسم الجديد سواء في كل المحافل سواء كره القدم او انشطه النادي المختلفه يعني. فاحنا التقينا مع بعض في ان مهم جدا ان الجمهور يخش ببطاقه رياضيه، من غير كده مش هيدخل اي منتشاه رياضيه، فديت وخاصه في كره القدم عندنا، فدي بدايه كانت كويسه جدا. والعدد طيب. قليل بالنسبه قليله مساعده الناس ومسهله الناس انها ان شاء الله يخش المشجع بعد الموافقه الامنيه بالبطاقه بتاعته والاي دي بتاعه والتذكره بتاعته ان شاء الله. طيب حاج محمود، انا ابراهيم المنيسي. يا حاج اهلا، ازيك يا حاج ابراهيم؟ ازي صحتك؟ ازي صحتك؟ قول لي دلوقتي انتوا كرابطه، يعني الاتحاد الافريقي كده ما بيهرجش، واضح ان دي اشتراطات، واخد بالك؟ يعني الاتحاد المصري كان ممكن يقول عايز نسبه او مش عايز او يكتفي او يحط ضوابط محدوده، لكن الاتحاد الافريقي لا، ما يعني وبيبقى له منسق، يعني بيبقى له منسق امني موجود فهيتاكد. ايه ايه يعني ازاي نقدر نفعل هذا الشرط في الدوري؟ لا في المباريات الافريقيه خلاص ملزمة. الاتحاد المصري ملزمة، ما فيش هزار حضرتك. احنا خدنا خطوات يا اسماعيل طبعا، حضرتك معانا بالسيز بس لما كنا في الاتحاد كان بيبدا لا 10 لا 20 لا 30 لا في ظروف لما دخل رشاد تاني النهارده، رشاد تاني كنت على التليفون معاه قال انا مع الناس في روسيا ما حاولت ان انا اقلل الكميه عشان امنيا رافضين تماما السنه دي يقل عن الساعه الامنيه 75% من السعر الانديه الاتحاد الافريقي بيبص لها ان ده انتشار اللعبه وجمهور اللعبه. بالظبط
بالضبط خلاص احنا بدانا يعني انت احنا جربنا ب 10% كان كويس ماشي خدنا خطوات لما تاخد خطوات ووصلت ترجعش تاني بقى تقول لي ده 10 الله طب ما انت وافقت لي على 30 صحيح صحيح اذا خاصه الماتشات الافريقيه يعني جمهور واحد يعني هو طرف واحد واحنا احنا عشان كده في الدوري بنعمل كده الجمهور يبقى طرف واحد في الموسم ده عشان نفس الفكر بتاع نجاح اللي حصل في التجربه الافريقيه في البطوله سواء نادي الاهلي او نادي الزمالك او نادي مصري طيب كل نادي يستفيد من جماهيره ويبقى مسؤول عنها طب بالظبط وده حل كويس مسؤوليه برضو الاتحاد والرابطه مسؤولين برضو على تشكيل الامور لان حضرتك تعرف المباراه ده بيمثل 20% من الايرادات انت مفتقد ايرادات مهمه جدا ومؤثره ومستوى فني طبعا ايرادات والدنيا دي الدنيا ولعت يا محمود بيه الايرادات بقت مهمه دلوقتي ولعت دي مشكله ثانيه طب انتوا كرابطه مش معنيين بالدنيا اللي ولعت دي ده بالعكس الرابطه اساسي في الدور عشان كده احنا يوم الاحد عاملين ندوه مهمه جدا على موضوع تفعيل الدور تراخيص الانديه بالمعيار المالي والشمول المالي ده صناعه انت النهارده لما تدخل في صناعه بغرض الاستثمار هو ده النقطه الايجابيه لكن بدون ضوابط هتبقى انت بتخش في حته تخريبيه وحتى دلوقتي اللعيب بيقعد دلوقتي يقول لك انا عايز 20 مليون في السنه حاجه فاحنا حضرتك عارفك يا استاذ سعدني لما بتعمل تراخيص اصدار الرخصه لها ضوابط ولها بتخش الرخصه ايه انك انت نادي محترف بس وخلاص لو تاخد نادي محترف لازم تلتزم بالمعايير الماليه يتدخلوا في اسلوبك في التمويل فاحنا ان شاء الله يوم الاحد نتمنى بقى دي دعوه بقى على الهواء بقى لحضرتك على ما يجيلك الدعوه على النادي حضرتك يوم الاحد في اتحاد الكوره ان شاء الله يوم الاحد الساعه 12 ندعو عن الموضوع ده الاستثمار الرياضي وتوابعه وسلبياته وايجابياته يوم الاحد ان شاء الله ضبط عملنا ان شاء الله في تحت رعايه المهندس هاني ابو ريده يوم الاحد في اتحاد الكوره ربنا يوفقكم بس يبقى عندي سؤال بقى محمود بيه اتفضل دلوقتي الاشكاليه السنين اللي فاتت ان لجنه الانديه كانت اشكاليتها انها ما عندهاش سلطه عندها كل شغلها توصيات هل رابطه الانديه هيبقى لها قرارات ولا هتظل توصيات احنا لغايه 2016 و17 ما كانت لجنه وكان دول ممتازه كان اللائحه ما كانتش متحوله لصلاحيات كانت لجنه جوه الاتحاد المصري هي اصبحت رابطه بعد تعديل القانون وده ممكن حسب الاتحاد المصري لكن خلينا نتكلم بكل امانه ان في صعوبات ومعوقات موجوده برضه لسه صعب يعني في بعض الامور ان احنا ناخد الصحه على الاقل في النواحي الاقتصاديه يعني مش معقوله ان الرابطه ما يبقاش مصير التمويل في ايدها ان شاء الله يا شيخ حاجه كويسه ان شاء الله الموسم ده ربنا يوفقنا ان شاء الله يلا البركه فيكم بقى عشان ايه نفسي مره اسقف للعمل يعني مش احنا عمالين ننتقد وبس ما ينفعش عايزين بره نسقف بقى ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ما فيش مصالح شخصيه ونوايا خاصه ان شاء الله نسقف للجميع ونحاول تطوير الحاجه اللي احنا حابينها الحاجه اللي ضحينا فيها وقتنا وعمرنا نشوف حاجه ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ان شاء الله الحاج محمود الشامي نشكرك على سرعه تلبيتك وهو ده اللي نتوقعه من الشخص المسؤول الحريص على الشفافية وإيضاح كل شيء نشكرك تماما وقال لنا حاجة مهمة جدا يا أستاذ إبراهيم 75% دي ملزمة في 75% من ساعة الملعب في الماتشات الأفريقية فأعتقد أن دي هتبقى اختبار واختبار مهم جدا وخد بالك أصل الاتحاد الأفريقي يعني بيعملها اولا ده استجابه للرعاه بتوعه لانه الملاعب ازاي انت عشان تنشر اللعبه عشان توسع القاعده اسباب تسويقيه فلازما سلعتك توصل لاكبر عدد من الجمهور بتاع اللعبه فهيقول لك الله طب وانت بتلعب في ملعب مش الا 1000 متفرج او 2000 متفرج الشركات اللي بتنقل ما هي كده برضو دي سلعه فقيره فعايز يفعل ده قال لك اختار ملعب يتواجد فيه 75% من ساعته يكون فيه جمهور فبقيت انت ملزم ان انت تلعب في ملعب لو ساعته 100,000 متفرج عايز 75,000 متفرج عشان كده يا جماعه جمهور الاهلي دي مسؤوليه اكتر دي مسؤوليه زياده
انه مزيد من المسؤوليه، مزيد من الحرص على السلوك الرياضي السليم جدا جدا في دعم الفريق، لانه ده اللي هيشجع اتحاد الكوره ويشجع كل الاطراف انه مزيد من الدعم في حضور الجماهير ان شاء الله في المرحله اللي جايه. عارف ايه اللي عجبني في المكالمه اللي فاتت دي؟ باستثناء يعني بخلاف سرعه التلبيه، انا شاعر برغبه حقيقيه. ايوه. يعني هو قال لك ايه؟ ما ينفعش ما نستجيبش 75 دي ملزمه، فتشعر ان في قناعه وهو هيدافع عن قضيه هو مقتنع بيها. بالظبط. نمره اتنين لما جه قال لك ان الضوابط بتاعه الملاءه الماليه للانديه ومنح التراخيص تشعر ان المره دي بقى لا هيبقى في تطبيق كما يريد الاتحاد الدولي مش كما نريد نحن. كل دي هتبتدي تحط لك خطوات جاده على طريق انك تبقى فعلا ماشي مع العالم اللي بيدير كره القدم. لو اضفنا اليها بقى اذا استطاعت الرابطه ان تنتزع بعض صلاحيات اصدار القرار في قضايا مهمه جدا واهمها الجوانب الاقتصاديه، هتقدر تعمل دور مهم جدا للانديه ولصالح الكره المصريه باذن الله ان شاء الله. طيب الاهلي هو بيستعد برضو للموسم الجديد، اعتقد قطاع الناشئين من القطاعات المهمه جدا الحيويه، كيف يسير العمل في هذا القطاع، اختبارات الناشئين، الولاد اللي عندهم الامل في ارتداء الفانيلا الحمراء يعملوا ايه بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. الاهلي مش مكتفي بس في الحاضر، مش مكتفي انه حتى يستلهم الماضي العريق بكل ما فيه من قيم، بكل ما فيه من دروس وعظات في تاريخ النادي وروح قتاليه واراده نصر دايما وابدا نابضه مع كل الاجيال، لكنه كمان بيرتب للمستقبل، ولما بيرتب للمستقبل بيركز بشكل كبير جدا على قطاع الناشئين. قطاع الناشئين في الكوره النادي الاهلي السنه دي بيوليه عنايه واهتمام خاصين جدا علشان يقدر يبني للمستقبل ويقدر يوفر اكبر عناصر شابه موهوبه متميزه في القطاع. فانا اعتقد التشكيل الحالي لقطاع الناشئين في النادي، عوده عدد من ابناء النادي من النجوم الكبار والمدربين المعروفين، السياسه اللي بيشتغل بيها قطاع الناشئين من خلال لجنه الكوره، كلها امور يا باشمهندس تبعث على التفاؤل من خلال على الاقل التشكيل. يعني لما الاقي الفريق الظل للفريق الاول على طول فريق 97 فريق الشباب بيقوده الكابتن عادل عبد الرحمن كمدير فني، وعادل عبد الرحمن حد له تجربه كبيره الحقيقه مهمه جدا كمان في الزمن يعني هو كان تجاوز مرحله الناشئين اشتغل صحيح مدير فني حتى في السعوديه اكثر من مره. حدثت بعض التعديلات في الاجهزه هحاول اقولها لحضراتكم سريعا. فريق 99 مدحت طه اسماعيل بدلا من عمرو انور، فريق 2000 امين عرابي بدلا من حطها اسماعيل يعني تبديل مقاعد، فريق 2001 في احمد سراج كمدير فني، فريق 2002 ياسر محمدين بدلا من ياسر ريان اللي كان اعتذر لانه مرتبط بفريق سيدي سالم في الدرجه الثانيه، فريق 2003 بيقوده الكابتن عادل مصطفى. ده اول مره الكابتن عادل يدخل التشكيل. انا متفائل بيه قوي. شخصيه هايله عادل مصطفى، شخصيه هايله. فريق 2004 محمد سعد بدلا من أمين عرابي، فريق 2005 أحمد سمير بدلا من محمد سعد، فريق 2006 أحمد جمال بدلا من أحمد سمير، فريق 2008 عصام صلاح، وفريق 2009 حسين شكري بدلا من حمادة يونس. دي يمكن بعض اللقطات من تدريبات الناشئين والاختبارات اللي الأيام دي بتهم الكثير من الأسر المصرية، إزاي الأمور ماشية في الاختبارات. اي اسره عندها ولد موهوب او عندها رغبه في انه ابنها يلتحق بالناشئين في النادي الاهلي او يدخل الاختبارات السنه دي، يمكن القطاع هيكون حريص على انه يتجول باختباراته في الكثير من المحافظات والمدن. لكن خلينا نشوف رؤيه مسؤول قطاع الناشئين في البحث عن المواهب والاختبارات في هذا التقرير اللي بيتكلم فيه الكابتن فتحي مبروك والكابتن
هاني رمزي اللي عودته بالتأكيد بعد كل هذه السنوات الطويلة من الاحتراف والتجربة المشرفة جدا لمصر في الخارج، يرجع هاني رمزي بخبراته وباحترافيته العالية عشان يكون مساعد المدير الفني أو مساعد مدير قطاع الناشئين في النادي الأهلي، يمثل إضافة نوعية كبيرة يا باشمهندس. اللي هو المهام المكلف بها صلب خبراته، صلب خبرات، هو مسؤول عن الجانب الفني مش الإداري، فمتفرغ تماما انه يشتغل مع كل المدربين دول كجانب فني ينقل اليهم تجربته الاحترافيه. وانا بقول ان النماذج الكبيره قوي دي لما تشتغل مع الناشئين هو ده الشغل، هو دي القدوه اللي لازم يشوفوها ويشربوا منهم. يعني ايه النادي الاهلي؟ يعني ايه الاحتراف؟ نشوف التقرير مع كابتن فتحي مبروك والكابتن هاني رمزي. اختبارات ومراحل سنيه ابتدينا برضو بال 2009 2008 و2007 و2006، ودي انا كنت شايف معايير كده فنيه يمكن ارقى مرحله سنيه قدرنا نكتشف فيها مواهب. المواهب بتبان على الولد من صغره على فكره، يعني احنا قعدنا وكنا بنشوف وكنا بنمر على الملاعب كلها واللجان اللي قاعده كل المدربين اللي قاعدين، ان فعلا الولاد الصغار في المرحله السنيه دي دول تلاقي المواهب فيهم. يعني تلاقي ولد صغير من 2009 تلاقيه موهبه. يعني انا من ضمن الحاجات اللي انا حتى يمكن مره كده بمر على الملاعب لقيت ولد صغير ماسك الكوره بينطق، والله العظيم بيعمل بول كنترول، ولا لعيب كبير يعني واخدها على صدره وكعب رجله، يعني حاجات خياليه. فكانت الموهبه بتبان من السن الصغير اللي هو زي قلت لك المراحل السنيه الصغيره دي. فاحنا بنهتم، ورحت جبت الولد ورحت خدناه ومضيناه فورا لانه شكله موهبه بالرغم من صغر جسمه، ولكن صغر الجسم ما بيعتبرش معايير من المعايير اللي احنا بنختار عليه خصوصا في السن الصغير، لان ممكن بعد كده بيتطور برضو الجسم وبيطول بعد كده وبيبقى لعيب كويس مع الموهبه دي يقدر يفيد النادي الاهلي مستقبلا ان شاء الله. فالهدف الاول زي ما قلت لك يمكن اكتشاف برضو المواهب اللي هي تساهم النهارده في تشكيل جيل جديد للنادي الاهلي، لان الاجيال كل ما تكون جديده واعمارها صغيره برضو بتدي ايحاء ان انت بتوع الناشئين بيشتغل صح وبيشتغل بمفهوم. وده اللي عايزه زي ما قلت لك ان انا بترجم كل فرقه النهارده انا شخصيا بنزل والكابتن هاني معايا بننزل نبص على اللعيبه ونشوف اللعيب الموهوب، اللعيب اللي ممكن ننمي قدراته الفنيه. يعني هيبقى عندي برضو خلي بالك اداره ان هي هتسجل لي كل حاجه عن اللعيب، كل مقياساته وفنياته وكل شيء وايه اللي ناقصه، ونقول للمدرب او المدير الفني اللي ماسك الفرقه دي الولد ده لازم يشتغل حاجات انديفيدوال عشان تنمي حاجه عنده، وهي تبقى كويسه قوي في زي ما قلت لك ان هو هيوصل للدرجه الاولى مستوعب اسلوب لعب مستوعب تكتيك وايضا كامل في المهارات الفنيه بتاعته، ما يبقاش النهارده عنده شورت في اي حاجه. فدي الهدف. الهدف الثاني طبعا زي ما قلت لك يمكن بطولات النادي الاهلي، ان برضه النادي الاهلي يمكن في سنين كتير فقد بعض البطولات وخصوصا البطولات اللي بتبقى قريبه من الدرجه الاولى، فاتمنى ان شاء الله السنه دي ان احنا البطولات دي نحوز عليها كلها ونسعد جماهير النادي الاهلي والاجهزه الفنيه تشتغل برقي وتشتغل بمفهوم وتشتغل ان هو مش مجرد شغل، لا انا زي ما قلت لك انا راجل فني قبل اداري، يعني انا شغل الاداري يمكن قليل قوي ولكن فنيا بنزل ملعب وهتابع انا وكابتن هاني مع المدربين بحيث ان احنا اي حاجه فنيه وشايفينها في الملعب في المباريات ممكن ننقلها للمدرب والمدرب هيستفاد منها قطعا، يعني لان احنا بنشتغل لصالح النادي الاهلي اولا واخيرا. العشر ايام اللي فاتوا كنا بنشوف الاختبارات والمواهب الموجوده من يمكن من سن 7 سنين لسن 17 سنه، من خلالها برضو كنا بنشتغل وبنحط الخطوط العريضه اللي هنشتغل بيها خلال السيزون والشكل الهيكل اللي هنشتغل عليه اذا كان على النواحي الاداريه والفنيه. طبعا انا مختص اكتر بالنواحي الفنيه من خلال ان شاء الله في زي برزنتيشن هقدمه للكابتن فتحي وهقدمه للجنه الكوره ايه اللي ممكن نشتغل فيه السنه دي، ايه اللي ممكن في تطوير قطاع الناشئين في النادي الاهلي مش للسنه دي بس يمكن لاكثر من 5 سنين جايين. هنحاول نعمل ورش عمل على اعلى مستوى من خلال الحمد لله من خلال دراساتي هبدا اشتغل معاهم ورش عمل مع الكابتن فتحي مبروك، هجيب كمان بعض الخبراء خاصه من المانيا وانجلترا يدوا محاضرات للمدربين. يعني عايزين كمان النهوض بالمدرب ده شيء مهم جدا بجانب طبعا دخول الشكل العلمي في تقييم اللاعب الصغير من خلال
حتى الشكل النفسي البدني، تطور النمو بتاع الولد بشكل أو بآخر. عايزين نواجه مشكلة التزوير ومشكلة التسنين، وده مهم جدا، ويمكن في السنوات الأخيرة ظهر بشكل كبير بتأثر بالسلب على الكرة. الأساس بتاعنا زي ما قلت مش عايزين يبقى أساس الفوز ببطولات الناشئين، احنا عايزين نشتغل في محورين. المحور الأولاني ان أكبر عدد من ولاد النادي الأهلي يكونوا موجودين في الفريق الأول، ده مهم جدا. الجزء الثاني كمان ان احنا عايزين نسوق ولادنا بشكل كويس، يعني لا مانع ان الولد عنده 16-17 سنة موهبة كويسة ممكن جدا يتسوق في أوروبا، يطلع معايشة مع أحد الفرق، يستفيد النادي الأهلي من تسويق هذا الولد، بجانب ان في بيبقى في تفريغ بشكل متكامل. وانا على الجانب الفني طبعا هتكلم مع الكابتن محمد يوسف، نتكلم مع طبعا كالديرون طريقه اللعبه هتكون ايه. انا عرفت انها مش هتختلف كتير عن السنه اللي فاتت، عايزين نوحد طريقه اللعبه ديت. يمكن زي ما الكابتن هاني رمزي قال اختصاصه بالجزء الفني اكتر، وقال ان هو كمان مجهز دراسة كاملة يعرضها على الكابتن محمود الخطيب ولجنة الكرة علشان يكون العمل فيها رابط بين كل الفرق يا باشمهندس، موحد الهارموني الفني بين كل الأجهزة. بص يا إبراهيم، المرة دي تشعر ان في فلسفة جديدة في الأداء، الأداء الفني والإداري والرؤي. واعتقد انه لو تم ضم اخصائي نفسي لهذا القطاع ممكن يبقى اكثر من اخصائي على يعني كل مرحله مع بعضها لتهيئه، لان انا احساسي كده ان الكابتن هاني هيعمل اسلوب اداء فني وخططي واحد لكل الفرق. وهو ده اللي العالم ماشي بيه. طيب في الطريقه اللي هيلعب بيها الفريق الاول بينسق مع وينزل عشان اللعيب ما يشعرش بالنقله او الغربه او انه محتاج وقت عشان يحصل له نوع من الادابتيشن او التطبيع يعني مع الاداء. فدي فلسفه جديده. الاسماء اللي موجوده وتم ضخها في هذا الجهاز اسماء حلوه قوي محترمه قوي. صحيح. طيب نشوف هذه الاسماء الحلوه قوي المحترمه قوي في تقرير مع عدد من مدربي قطاع الناشئين، رؤيتهم وتصوراتهم لمستقبل الأهلي. بنأكد لكل الناس اللي بتحب نادي الأهلي واللي عايز تتمنى تلعب في نادي الأهلي، مفيش اختبارات غير في نادي أهلي مدينة نصر، واي اكاونت باسم اي مدرب والكلام دوت عن طريق التواصل الاجتماعي ده يعتبر عمليه نصب. يمكن احنا عملنا كمان مذكره بكده وحاولنا على قد ما نقدر بعد المذكره ان احنا ان شاء الله المساله القانونيه، طبعا الحاجات دي بقى القانونيه تبقى موجوده ان شاء الله. سعيد جدا اللي انا موجود في النادي الاهلي، رجعت بيتي بعد 6 سنين كلاعب، بس المره دي الوضع مختلف. رجعت وانا يمكن الأهلي، فإن شاء الله يكون موسم خير واثبت نفسي للإدارة وكابتن فتحي مبروك مدير القطاع وللناس كلها، وتكون بداية موفقة ليا إن شاء الله في حياتي الجديدة التدريبية. أهم حاجة إن أنت تبتدي الأول تشوف الدنيا ماشية إزاي، الحاجات المتاحة للحراس المتاحين، وتبتدي تشتغل معك ناس قامات كبيرة موجودة في التدريب، إذا كان كابتن إكرامي، معك مدربين على مستوى عالي، كابتن تامر تسوي، كابتن خالد عثمان، أنا مش عايز أنسى حد يا أحمد إبراهيم، مش عايز أنسى حد يعني عشان ما حدش يزعل، إنما في الأول وفي الآخر أنت لسه في مرحلة أنت بطلت، عايز تعرف الدنيا ماشية إزاي تحت في التدريب، برضه فرق كبير. ممكن يكون في خبرات في التدريب، بس كل حاجة وليها أسس وليها مقومات بحاول اتعلمها في الاول، وان شاء الله يعني اتمنى من الله ان ربنا يساعدني سنتين ثلاثه كده ونطلع حاجه كويسه الدرجه الاولى. ده ثاني اسبوع الحمد لله، طبعا يعني عملنا الاختبار الاولاني وبدانا الاختبار الثاني، الفتره اللي جايه الاختبار الثالث ان شاء الله طبعا هيبقى غالبا مع يعني في مقارنه او هيخشوا مع الفرق
حسب طبعا رؤيه كل جهاز فني وحسب حدد اللعيبه اللي تم اختيارها لكل مرحله سنيه. دي من الحاجات اللي عملنا كويس قوي السنه دي وتعبنا فيها وكان منظمه بشكل جيد. كابتن فتحي مبروك عمل 7 لجان اساس ان كل لجنه يبقى فيها عدد كبير من المدربين، على الاقل 4 مدربين ومدرب حراس مرمى، فكان فيها تركيز بشكل كويس جدا لاختيار اللعيبه ولاختيار المواهب للنادي الاهلي. النادي الاهلي ده بيتنا، في اي مكان انت بتشتغل انت في النهايه بتشتغل في النادي الاهلي، وده شرف لاي حد، ويعني مش عايز اقول لك اي حد يتمنى ان يبقى موجود في النادي الاهلي. فانا في 2004 في البراعم، في 99، في 2000، كلها واحد، احنا بنشتغل وبنجتهد للنادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله نعمل حاجه كويسه. وزي ما قلت لك كل فرق النادي الاهلي بخير وكلها لعيبه كويسه، وان شاء الله احنا يعني عايزين نطور وعايزين نأدي اداء كويس السنه دي، ان احنا باذن الله نحسن الفرق السنه الجايه وتبقى حاجه كويسه ان شاء الله. من اول لمسه اللعيب الموهبه بيفرض نفسه، هو المواهب بتقل بس في السن الصغير، يعني ممكن من 2009 لغايه 2005 ممكن تختار عدد لعيبه كويس، انما من بعد كده العدد اللعيبه بتقل لان دول بيبقوا فرق وبقى لهم سنين شغالين. فطبعا الولد كل ما سنه بيكبر بتبقى فرصته اصعب، انما برضو ساعات يعني ممكن بنلاقي واحد او اتنين تقدر تدخلهم على الفرقه بتاعتك بيبقى كويس، يعني مش انت مش محتاج اكتر من كده، وحسب المراكز اللي بتبقى ناقصه في الفريق اللي انت بتختار منه. يعني اتفضل شو يعني اسماء ثقيله واسماء كبيره واسماء يعني الصيدلي الموهوب احمد فوزي في حراس المرمى يكون مسؤول عن مدرب، يعني كمدرب يعني الناس يعني ما تقف تدي نموذج الاداء، لا انت كمان هتطلع وهتكتشف كوادر فنيه لمصر باذن الله من خلال التوليفه الحلوه دي. طيب اذا كنا بنحاول نطمئن حضراتكم على مستقبل الاهلي ومستقبل الاهلي في كره القدم وازاي الاهلي بيرتب للمستقبل، فلا مستقبل لمن لا ماضي له. كده اللي ملوش امبارح، اللي ما عندوش امبارح ملوش في بكره، بياخد وقت على ما يعمل بكره. فبالتالي الاهلي قيمته التقيله قوي في تاريخه، قيمته في تاريخه، تاريخه هو اللي بيحكمه. المرجعيه بتاعت مواقف كل عظماء النادي الاهلي في ال 111 سنه هي اللي بتخلي اي مسؤول يتصرف وفقا لهذه المرجعيه. عظماء سبقوك ما تصرفوش كده، فبتتصرف انت كما تصرف، وده الدستور غير المكتوب. هو ده، دي قيمه هذا التراث المتراكم من هذه الممارسه الاداريه والرياضيه النقيه السليمه. دي قيمه الاهلي في دستوره غير المكتوب. واحد من ابناء الاهلي المخلصين قوي اللي لما قال انا مستعد اخدم الاهلي لو هشتغل بواب على بوابته، ما كانش لا بيجامل ولا بينافق ولا كان عايز حاجه ولا يبالغ حد خالص. واحد من ابناء الاهلي المخلصين المخلصين كمان كابتن طارق سليم عليه رحمه الله. هذه الايام تمر ذكرى ميلاد ورحيل طارق سليم، شوفوا المفارقة العجيبة. كابتن طارق سليم في شهر يوليو، يوم 15 يوليو 37 رزقت عائلة الدكتور محمد سليم أحد أمهر أطباء التخدير في مصر وقتها بالابن الثالث في هذه الأسرة بعد الكابتن صالح والكابتن عبد الوهاب عليهم رحمة الله. جاء الكابتن طارق سليم في 15 يوليو 1937، بس المفارقة انه رحل عن دنيانا هذا الرمز الاهلاوي العظيم في 16 يوليو 2016 من سنتين. الف رحمة ونور على روح واحد من اخلص وارجل وانقى واجدع واوفى ابناء النادي الاهلي يا باشمهندس. كابتن طارق سليم هذا رجل من طراز فريد،
وكأن عائلة سليم دي يعني أفرزت، ولدت لتحب الأهلي. أولا ولدت لتحب الأهلي، وولدت لأن يكون كل واحد فيهم رمز بطريقته الخاصة. صحيح. يعني عبد الوهاب سليم رحمة الله عليه هو كان رمز، ولكن كان يتسم بالدبلوماسية والهدوء والتمسك الشديد بالصح والغلط. لكن هم ثلاثة ماسكين في الصح والغلط، لكن سماته فيها هدوء عن لا كابتن صلاح وطريقته ان يتهيألك ان هو ايه هيفوت وما بيفوتش. واخد بالك؟ كان دبلوماسي. ما كانش ينفعل، ما تشوفلوش انفعالات. الكابتن صالح حدوته لوحده. كابتن صالح ده كشكول من كل حاجه صح. ايوه. يعني سمات اداريه ما بينافقش، ما بيجاملش، ما بيبالغش، ما بيندفعش، ما عنده فكر ورؤيه وعنده قدره ثاقبه على ان يحكم على الافراد وعلى المواقف. ما بي صحيح عندك راي تاخد منك وقت على ما تاخد عنده فراسه الله يرحمه. تيجي بعد مده تقول مش قال الكابتن صالح قال عليه كده برضه؟ عنده فراسه. عنده فراسه. كابتن طارق بقى هذا الرجل الشفاف اللي عواطفه سابقاه. جميل ونقي، حتى لما كان يبان عنيف هو عنف نقي. ويروق بسرعه ويراجع نفسه، ما يبقى غلطان يقول لك انا غلطان. ايوه. ويراجع مواقفه. وانا يعني كابتن طارق ده بالنسبه لي شخصيه جميله جدا. وعارف انت ما محبه لمن بعد عداوه، كان في وشايه كبيره جدا بينه بينك وبينه من غير ما احس. لا والله انا لقيت في يوم في الانتخابات الكابتن طارق بيلم نجوم الكوره، قال له الكابتن صالح سيبكم مني سيبكم مني مفيش خوف عليا، طارق بيشطف في اسم عدلي القيعي. هيودينا في ده. قال كده بالظبط. انتخابات 96 92 92 اللي انا ما وفقتش الثاني. اوكي. وطبعا هو كان لا مش 96 كان 80 80 كانت بعد السنه اللي انا قضيتها مع الفريق مرتجي كمال الاستاذ كمال رحمه الله عليه اللي نجح فيها كابتن صالح انا يعني ما تمام. انا نجحت في الاولانيه نجحت 76 وهو ما وفقش، هو نجح وانا ما نجحتش. وكان مستاء جدا كابتن ازاي عمل كده، اتضح ان في وشايه ضخمه جدا من واحد طرف ثالث كان لعيب كوره برضه وكان الطرف الثالث ده مشكله. وبعد كده كابتن طارق لما سافرنا في غانا يبدو انه كان قدر غلطته لانه بالغ في ان هو يكرمني ويقرب مني ويسالني في كل صغيره وكبيره. كمان كان بيعتذر عن ما رضاش ان احنا ناخد اوضتين منفصلتين. واخد بالك؟ فدخلنا اول يوم غانا جبته فيليكس. احنا كنا رايحين نجيب لعيب تاني، فدخلنا الاوضه لقينا سرير وكنبه ومفيش وقت نطلب سرير اضافي. يا كابتن طب ما كل واحد ياخد اوضه. اقعد بقى بلاش اعرف البلد دي مش كفايه ان احنا قاعدين مش عارفين ناكل لقمه غير وجبه هي بتتعمل طول الاسبوع، واخد بالك؟ بتاكل صنف واحد. ولقيته سايب لي السرير ويزعق ويشخط فيك بقى هتنام هنا وانا هنام هنا. يا كابتن ازاي بس الكلام ده؟ ما ينفعش كده. بلاش ويتخانق ويزعق وكان الامر جد. واخد بالك؟ وبعدين عايز كان المفروض ينزل يوم الثلاث وانا هنزل هكمل انا اليوم الحد، لان اللعيب اللي احنا جايين ناخده احنا وصلنا الحد. فلقيناه يوميها مسافر يحترف في المانيا. ده اوجستين؟ اوجستين اهينفول. فاحنا قال لي انا بس فالمهم ايه؟ قال لي انا ماشي يوم الثلاث بس بسرعه. طب تحب افكرك بكلمه الكابتن طارق؟ هقولها بس دي هحكي لك دي. اتفضل. يوم الثلاث مسافر خلاص وعلى الشركه اجنبيه عرفوا انه طيار مفيش مكان، قال له هتقعد معايا في الكوكب. وهسيبك يا عدلي معلش وبتاع ولازم انزل. جه يوم الثلاث الصبح قال لي انا مش مسافر. ازاي يا كابتن وكده؟ قال لي انا مش مسافر. مش هسيبك لوحدك. يتضح انه كان مسافر ليه بقى؟ عيد ميلاده كان يوم الاربعاء وكان يعني اسرته عامله له عزومه ضخمه فيضحي بيها عشان ما يسيبنيش لوحدي. 15 يوليو برضه الف رحمه ونور على الكابتن طارق اللي كمان في ذكرى تأبين الكابتن صالح في رجوله كده في النادي نفكركم بدموع الكابتن طارق وهو بيؤبن الكابتن صالح.
السيدات والسادة، أشكركم جميعا على كل هذا الحب. الذي أراه في عيونكم تجاه صالح سليم، وطوال الأيام القليلة الماضية ومنذ رحيل صالح، وأنا أكتشف أن صالح سليم لم يكن شقيقي وحدي، ولا كان صديقي أنا وحدي، بل كان الشقيق الأكبر ألف رحمة ونور على كل هؤلاء العظماء. عواطف هذا الجبار، شايف عواطفه عاملة إزاي؟ هي دي كانت شايف شفافيته، شايف نقاء العاطفة، وهو طالع يغالب دموعه ويبكي ويبكينا معه، واحنا اصلا كان فينا يعني هذا الحمل الثقيل قوي. كابتن طارق سليم رحمة الله عليك، انت وآل سليم جميعا، وتبقوا نماذج نستلهم منكم الصح والغلط، ونستلهم منكم القدرة على التحمل، والقدرة على ان نضع الاهلي دائما قبل مصالحنا جميعا. اعتقد يا استاذ ابراهيم الف رحمة ونور، احسن حاجه ممكن نختم بيها، الف رحمة ونور على روح كابتن صالح، كابتن طارق، كابتن طارق وهو حاضن الكابتن صالح كما لو كانوا فعلا وحشين بعض قوي. انتوا وحشتوا كل الاهلاويه. الف رحمة ونور على كل عظماء الاهلي الراحلين، دمتم للاهلي دائما، ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير. نلتقي في 9 مساء الاثنين القادم، ودائما وابدا ان شاء الله زين النوادي.